في حصيلة قدمتها مديرية الشرطة القضائية بخصوص قضايا مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، سجلت خلال العام الفارط حجز 15 طن و65 كيلوغرام و658 غرام من مادة الكيف المعالج، في حين تم حجز 24 كيلوغرام من حشيش القنب وأكثر من كيلوغرامين من الهيروين وأكثر كذلك من كيلوغرام واحد من الكوكايين، بالإضافة إلى أزيد من 672 ألف قرصا من المؤثرات العقلية ومن مختلف الأنواع. من جهة أخرى نتابع حصيلة الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة في هذه الورقة لطارق تريدية. نظمت